السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا. أنا اسمي هشام زراقت، وأنا كتير كتير فرحان بوجودي معكم في الجيريا 2.0. شكرا لكريم وشكرا لكل المنظمين الأورغانيزاتور. نعطيكم نبذة صغيرة بسيطة عني. أنا خدمت في شركة الفيسبوك في 2000 ومن 2011 ل 2018 في المقر تاعها في دبلن، وكنت من أوائل العرب اللي انضموا لشركة الفيسبوك. أنا لبناني جزائري، يمكن تعرفوا من اللهجة، هلأ نقول لكم أكثر. ومن بعد عملت لاجونس تاعي، بديت لاجونس تاعي اسمها The Rocket Marketing، بازي في ألمانيا في برلين، أنا مقيم في برلين. والعملاء الكليون تاعنا اللي خدمنا معاهم في ألمانيا، في أوروبا، في أمريكا وفي العالم العربي. الأجونس تاعنا بارتنير أوفيسيال، شريك رسمي للفيسبوك والإنستغرام. هذا لأنه العملاء اللي نخدم معهم والآد سبند، الإعلانات اللي نصرفها تساوي ملايين الدولارات. يعني نحن من أوائل الأجانس في العالم العربي الانديبوندون اللي قدرنا الحمد لله نوصل لنتائج عالية وكبيرة للعملاء تعولنا. أنا موجود هنا غير باش نعطيكم الأسرار ولا شوية من المعلومات اللي ممكن تفيدكم وتعطيكم فكرة أكثر على النجاح في الإعلانات المدفوعة. وليش نحكي هكا؟ ليش؟ شو سر اللهجة تاعي؟ نبذة عني أنا دونك قلت لكم أنا لبناني جزائري، بس للأسف أو أنا عشت أغلب حياتي في لبنان، وعندي عائلتي طبعاً في الجزائر، وكتير كتير كتير فخور بالانتماء لهذا البلد العظيم والأرض الطاهرة، أرض الشهداء. أنا جدي شهيد من أوائل الشهداء في نقاوس، أو أول شهيد في نقاوس، ونحب نخليه يكون فخور. نحب نساعد في كل المستطاع هذا الشعب، نحب نساعد الشباب، نساعد الشباب البيزنسز. أي شخص حابب يتعلم من التجربة تاعيتي، أنا خدمت مع مئات وألاف من الانتربرنور والبيزنسز، وأخذت هيدول الدروس وحب نعطيكم نبذة عنهم في هذه السيسيون اللي هي يعني نص ساعة، فما عنديش وقت كتير. ويمكن تلاحظوا باللهجة تاعي، أنا حبيت نحكيكم في العربية الغريبة يمكن تكون عليكم، باش حاب نسهلها عليكم شوي. ممكن فما انفليونس، قول كلمة فما، لأنه زوجتي تونسية، دونك احنا يونايتد كولرز اوف بنتون في هذا البيت. يلا بسم الله خلينا نبداو. اليوم ما كانش بريزونطاسيون، كان غير انا، وراح نوري لكم السكرين ليكرون لما نتكلم على قصص اون براتيك، هيك باش تاخذوا اسرار اون براتيك. دونك هذه السيسيون حبينا نتكلموا على يعني اذا تحبوا النقود، إذا تحبوا النقاط الكبيرة، يعني رح نتكلموا على أهم الأسرار اللي ممكن الواحد ياخذها، أو أنا أكثر أسرار النجاح في الإعلانات المدفوعة، وكيفاش الناس في الجزائر وفي العالم العربي يمكن ما يوصلوش ليهم إذا ما يطبقوش هدوم الأسرار. في البداية قبل ما نحكي على الأشياء الإيجابية والأسرار النجاح والنقاط اللي حبيت نحكي عليهم، علاش أنا نشوف كاين أخطاء في الجزائر وفي العالم العربي وكيفاش نتجنبها؟ أكبر أخطاء نشوفهم أنا الناس يعملوهم في الجزائر، أولاً أكبر تشالنج، أكبر مشكلة عندنا في الجزائر وحتى في المغرب وفي تونس للأسف، هو البيمو، الدفع أونلاين. الدفع أونلاين باش نبيعو إحنا أونلاين، إذا عندنا إي كوميرس ولا عندنا أي سيرفيس حابين نبيعه أونلاين، يعني على جهة هكا كاين كاش اون ديليفري، بس هذا تشالنج، هذا تشالنج واسهل نلاقوا ناس في اوروبا وفي امريكا يبيعوا اونلاين لانه ما عندهمش هذا تشالنج، اللي راك يطلع الكريدت كارد ويدفع. احنا عندنا هذا المشكل، دونك هذا ممكن اللي يخلي شويه صعب الواحد يبدا من زيرو ويطور مشروعه ويكبر ويولي انديبوندون كومبليتمون ويمشي في الأونلاين ماركتينج. هذا أول تشالنج. بس خلينا نحكي على الأخطاء. الأخطاء اللي أنا نلقاهم في الجزائر وفي العالم العربي هو أولاً الاعتماد، بس الاعتماد على المشاهير، les influenceurs. المشاهير طبعاً عندهم امباكت، ممكن يكون كبير الامباكت تاعهم، بس نظن أنا أنه les entrepreneurs ولا الناس اللي يبدوا
الجورني تاعيتهم في الاونلاين ماركتينغ يركزوا كثير على الانفلونسور اللي ياخذوا احيانا ياخذوا مبالغ هائله كثير 100,000 200,000 دينار ولا اكثر ومش بالضروره ندفعوا هكا الدراهم اذا حبينا نلاقوا نتائج مليحه. دونك هذا اول خطا نشوفه الناس يعملوه. لازم نركز على الاوبجكتيف اللي ممكن يوصلونا على نتائج ورح نحكي عليهم اليوم. هذا اول خطا. ثاني خطا نلاقيه هو التركيز الهوس في الفولورز. نحب أنا نزيد الفولورز تعولي في الانستغرام ولا في الفيسبوك، نحب نوصل 100,000، نحب نوصل 200 مليون ألف، نحب نزيد قد ما نزيد نزيد. علاش هذا خطأ؟ أولا نصرف الدراهم على يعني الأوبجكتيف والأهداف اللي مش بالضرورة توصلنا لوين حابين نوصله. ممكن أنا يصير عندي مليون متابع وما نبيع ولا شيء بس المتابعين، هذه أول شغلة. تاني شغلة، أنا عندي مليون متابع، هل بالضرورة أنا رح نوصل هذا المليون متابع كل ما نحط بوست؟ أبداً لا. علاش؟ أنا لما نحط بوست في الانستغرام ولا في الفيسبوك يوصل 1% بس من الناس تعولي في طريقة عضوية ولا أورغانيك، نوصل بس 1% إذا ما نخلصش الفيسبوك باش نعمل بروموت. يعني أنا إذا عندي 100,000 متابع ممكن يوصل الستوري تاعتي توصل للألف متابع، 2000 متابع، 3000 متابع. أما يعني هذا الهوس مش بالضرورة رح يوصلنا للأهداف اللي نحبهم. وآخر حاجة، آخر خطأ نشوفه هو الكومنتار واللايكس. يعني الواحد في هذا الوقت أنا راني نشوف وشفت كتير ناس لما يحبوا يعملوا حملة أونلاين وش يعملوا؟ يروحوا لصفحة الفيسبوك ولا في الانستغرام، يحطوا بوست ويكبسوا في الانستغرام ولا في الفيسبوك على كبسة بروموت، كبسة بروموت ولا بوست في الفيسبوك. وهذه طريقة سريعة الواحد باش يعمل إعلانات، بس هذه مش هي أحسن طريقة وأوفر طريقة للواحد يوصل للنتائج اللي يحب يوصلها. كاين كتير من أهداف تسويقية ممكن نوصلهم وكله مش بس موجود في البوست. شو هو السر؟ إذا ممكن الناس يقول لي شو هو السر؟ أنا باش نعرف البوست، بس نعرف البروموت، كيفاش ممكن أتعرف على الأهداف الثانية الموجودين في الإعلانات في الفيسبوك والإنستغرام؟ وكيفاش أنا الناس اللي خدمت معاهم، كان كتير مش واحد ولا اثنين، كتير الحمد لله وصلوا من صفر لمئات الألاف ومليون دولار في السنة في المبيعات، وكلهم يعني مش كلهم، أغلبهم بدأوا بس مع الإنستغرام والفيسبوك، وبدأوا مش عبر البروموت ومش عبر البوست، بدأوا عبر أداة اسمها مدير إعلانات الفيسبوك، الفيسبوك أدز مانجر. فيسبوك أد مانجر، خليني أنوري لكم بالضبط على شنو نتكلموا. راح نشارك السكرين تاعيتي ونوري لكم بالضبط كيفاش ممكن أنتو تاني تعملوا هذا الشيء. دونك هنا هذا هو شكله هذا شكل الادز مانجر، مدير اعلانات الفيسبوك. تقدروا تعملوا في الجوجل كيفاش نعمل مدير اعلانات فيسبوك، فيسبوك ادز مانجر، توصلوا لهذا هذا الاكرون، توصل هنا. كيفاش تحبوا تقدروا تعملوا كومباين، تعملوا على تكبسوا على كبسه كرييت، تكبسوا على كبسه كرييت وهنا يوصلكم كل الأهداف التسويقية اللي ممكن تعملوها. أنا عندي هنا الكونت تاعي في الانجليزي، أما أنتوا إذا عندكم الحساب الفيسبوك تاعكم في العربية أو أي لغة تانية أوتوماتيكمو هذا يتحول على اللغة تاعتكم. إحنا عندنا 3 أهداف ممكن الواحد يوصلهم عبر مدير إعلانات الفيسبوك. ممكن نوصل على الأويرنس اللي هي التوعية، ممكن نوعي الناس على البراند تاعتنا. تاني حاجة هي الكونسيدراسيون، عشان الناس يعني ممكن يفكروا أكثر على السيرفيس ولا البرودوي اللي نحن نقدمهم، وهدوما كل الأهداف الموجودين هنا. وتالت هدف هم الكونفيرسيون. خلينا نتكلم بسرعة على هدول الأهداف. البراند أويرنس هو الهدف اللي ممكن يوصل الإعلان نتاعنا للناس اللي ممكن يسون سوسيبتيبل، ممكن يتذكروا الإعلان تاعنا والماركة تاعتنا. احنا إذا حبينا نعملوا ماركة، حبينا نعرف المخشي تاعنا على البرودوي تاعنا وعلى على الشركة تاعتنا، نستعمل براند أويرنس باش الناس يتذكروا. تاني أوبجكتيف هو الريتش. الريتش يعني نحب نوصل
للناس، نحب نوصل لأكثر عدد ممكن من الناس. احنا هكا نقولوا للألغوريتم والفيسبوك، في إذا نروحوا على الفيسبوك ونكبس على بوست، احنا رانا نقولوا للألغوريتم احنا يهمنا الكومنتار واللايكس، ما يهمناش المبيعات، ما يهمناش الريتش. دونك هو فيسبوك يوصلنا للناس غير الناس اللي يعملوا كومنتار ولايك. بس إذا نحب نوصل لأكثر عدد ممكن، شريحة كبيرة من الناس، نعمل ريتش. إذا حبينا نعمل مثلاً أم برودوي جديد وحبينا نوصله لأكثر عدد ممكن من الناس، نعمل ريتش. الفرق بين الريتش والبراند أويرنس بسيط. البراند أويرنس هو ممكن نوصل لناس أقل في نفس البيجي، في الريتش نوصل لكثير ناس بدون ما يختاروا شكون، في البراند أويرنس نوصل لأقل من الناس بس الناس هذول يتذكرون أكثر. في الكونسيدوراسيون عندنا شنو؟ عندنا ترافيك. ترافيك يعني الوصول للويب سايت. احنا إذا عندنا ويب سايت نعمل ترافيك، نوصل الناس على الويب سايت تاعنا. انجيجمنت هو اللي الناس يعملوه، أكثر الناس يعرفوه في العالم العربي، هو غير باش نجيبوا لايكس نجيبوا كومنتير. اب انستولز إذا نحبوا ناس يعملوا داونلود للابليكيشن نتاعنا. إذا عندنا أبليكاسيون في الآيفون ولا في الأندرويد نقدر نعمله ديريكتومون من هنا، نعمله أب إنستول، حملة أب إنستول. فيديو فيوز إذا عندنا فيديو ونحبه زيادة مشاهدة الفيديو. Lead Generation إذا حبينا نجمعوا بيانات للناس. كيفاش نستعملوا Lead Generation؟ نحب نجمع بيانات للناس. نقول مثلاً إحنا حبينا نبيعوا شقق، احنا عندنا عقارات نحبوا نبيعوهم، حبينا نجمع بيانات للناس وبعد نكلموهم في التليفون، نعمل كومباني اسمها Lead Generation. ديركت انا نشوف الاعلان هذا، نضغط على نحب نعرف المزيد، وديركتومون مباشره الفيسبوك يكتب لي انا البيانات تاعولي، الرقم التليفون الايميل الاسم، ونكبس كبسه واحده وديركت مباشرة يروح البيانات تاعي عند الشخص اللي يعمل إعلانات. هذه طريقة سريعة ومش بالضرورة الواحد يكون عنده ويب سايت باش يلاقي نتائج حلوة. Lead Generation. Messages هي زيادة المسجز في الماسنجر، فيسبوك ماسنجر والإنستغرام دي أم، إذا حبينا الناس تتواصل معنا وتبعت لنا دي أم. شفتوا كل هذه الأهداف، إحنا بس نركزوا على الإنجيجمنت. أما نقول إحنا أنا راني نعمم، طبعا كان كتير ناس يستعملوا الأهداف الصحيحة، بس حسب أنا اللي شفته وحكيت مع المئات والألاف من الناس في الانستغرام في الفيسبوك وفي شغلي في الفيسبوك لما كنت أخدم 7 سنين، الأغلب بس يستعملوا هذا الهدف. شفتوا قداش من هدف عنا؟ عنا الكونفيرسيون اللي هي زيادة المبيعات. يعني ما احنا ممكن نقوله لفيسبوك نحب تجيبوا لنا في هذه الكومباني تجيب لنا زيارات للموقع، ونحب هدوم الزيارات مش زيارات عادية، نحب الشخص يزور الموقع وفي النهاية يشتري، مش بس يزور الموقع. كاين بزاف الناس تعرفوا يحبوا يروحوا يزوروا ويشوفوا يسقسوا، اما ما يعملوش حاجه ما يشروش. دونك اذا نحبوا الناس يشتروا نعمل هذه الكومباني. وكيفاش الفيسبوك يعرف؟ ممكن تسالوني كيفاش يعرف كيفاش الواحد يشري؟ يعرف عبر حاجه اسمها البيكسل. البيكسل هو كود الفيسبوك عبره يتبع كل شخص، كل مستخدم للفيسبوك وللانستغرام شوم يعملوا لما يروحوا الويب سايت، وهم يقدروا يعرفوا في هذه الطريقه شكون اللي يشري وشكون اللي ما يشريش. ما تنساوش باللي الفيسبوك عنده اكثر من 10 سنين هو يجمع كل البيانات عنا، يعرف اكزاكتوم نحن وش نعمل وش نشري وش ما نشريش، اي ويب سايت نروح، اي ابلكاسيون عنا في التليفون. دونك هما ديجا عندهم كل المعلومات عن المستخدمين، ونحن هما يستخدموها لينا، بس نحن لازم نعطيهم الهدف الصحيح. هنا إذا قلنا لهم حبينا الكومنتار، هما يمكن يوصلونا الأحمد، ممكن يوصلونا أحمد وليلى، وهدوما الناس بس يعملوا لايك 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 لايك. كلنا عنا أصدقاء أصحابنا معروفين باللايكس، تكتب أنت بوست أول شخص يعمل لايك، يا لايك لايك لايك، يخبط لايك كومنتار، هدوما الناس مش بالضرورة يشروا. وإحنا إذا نحطوا engagement فيسبوك رح توصلنا للناس غير الناس اللي يعملوا لايكس. إذا إحنا حبينا نشروا فيسبوك تعرف شكون يشري وشكون اللي ما يشريش. هذو هم الأهداف التسويقية الموجودين في الفيسبوك وفي الإنستغرام. هو هذا أول سر. أنا كما قلت لكم نحكي هنا على رؤوس أقلام لأنه ما عندناش وقت كتير باش نفوتوا في كل التفاصيل. هذا أول سر حبيت نحكي لكم عنه اليوم.
اللي هو الأهداف التسويقية. خلينا ناخذ هدف من هذول الأهداف، نقول مثلا حبينا زيادة المبيعات، نكبسوا على continue. شنو هو تاني سر حبيت نحكي لكم عنه اليوم؟ حبيت نوري لكم بخاتيك ما ممكن تلاقوا صعوبة في هذا الأوتي، هذا الأوتي الجديد اللي عليكم، بس هو قديم كتير وكل الناس اللي وصلوا لنتائج يستعملوا هذه الأداة. يعني إحنا لازم نستثمروا بحالنا في الإيكونومي ديجيتال، نتعرفوا على الأوتي الموجودين، الأدوات الموجودة في الأونلاين ماركتينج، وإذا تعلمنا أداة واحدة هذا الشيء ساعدنا في كل الأدوات، لأنه في السناب شات، في التيك توك، في الجوجل، كلهم تقريبا يستعملوا نفس السيستم، نفس السيستم في الأوبجكتيف في البداية نختار الأوبجكتيف، ومن بعد نروح هنا ونختار الجماهير. الجماهير هو الحاجة الثانية اللي حبيت نحكي لكم عليها اليوم. الجماهير هما طبعا احنا ليش نستعملوا الفيسبوك والإنستغرام، وعلاش اليوم حكيتكم على الفيسبوك والإنستغرام. عندهم أكثر من 2 مليار مستخدم في الفيسبوك، أكثر من مليار مستخدم في الإنستغرام، يعني الجمهور تاعكم موجود هنا. إذا أنتوا حابين توصلوا لأي هدف للبزنس تاعكم تقدروا توصلوا له في الإنستغرام وفي الفيسبوك. ونصيحة لي، إذا عندكم بيجي صغير ما تحطوش 10% هنا 5% هنا، ركزوا على بلاتفورم واحدة. وأنا نشوف باللي التارجتينج والجماهير اللي ممكن نوصل له في الفيسبوك والإنستغرام استهداف لإلها سهل كتير في الفيسبوك في الإنستغرام. ننصح الناس يحبوا يبدأوا في حاجة يبدأوا في الإنستغرام. بس هل نحن حابين نوصل للجميع؟ طبعا لا، نحن نحب نوصل للشريحة المستهدفة. خلينا نشوف مع بعض كيفاش هذا الشيء موجود. قديش من شخص في الجزائر، شوف المعلومات اللي كلها موجودة فري gratuitement، واحد ما يخلصش يقدر يعرف كل هذه الديتا وهدوما كل المعلومات. الأجنس عادة ما تحبش تعطيهم الناس، أنا نحب نعطي نمد هدوما الانفورماسيون كلهم gratuitement لكل الناس، باش يشوفوا شو اللي ممكن ينعمل، باش إن شاء الله الآفاق تكبر أكتر. لذلك إحنا خلينا فرضا نحبوا أن نستهدفوا الناس اللي عايشين في الجزائر. ممكن نشوفوا هنا في الإكران ديريكت المعلومات كم مستخدم موجود في الجزائر. يمكن أغلبكم ما كانش يعرف هذا الشيء، 24 مليون شخص، ما شاء الله 24 مليون شخص يستخدم الفيسبوك والإنستغرام في الجزائر. بس أنا إذا موجود في الجزائر ونحب نوصلهم، نحب نوصل لل 24 مليون؟ طبعا لا. كيفاش نوصل للناس اللي نحب نوصلهم؟ في البداية لازم نعمل أنا ريشيرش في البزنس تاعي، ولازم نعرف شكون اللي يحب البرودوي تاعي. لنعطي إكزامبل، أنا نحب مثلاً نبيع، نعطيكم إكزامبل، أنا نحب نبيع تي شيرت لي باسكتور مثلاً. كيفاش نوصل لي باسكتور؟ نختار الانتيغي اللي ممكن يساعدني. مثلاً نعطيكم إكزامبل صغير، هنا ممكن نقول أنا نحب نوصل للناس اللي يحبوا باسكتبول. باغ أم بو، كاين باغ أحياناً، لازم نستنى شوية في الفيسبوك، نكتب بعد نستنى السجستيون، نعمل براوز. اوكي لازم نستنى شوية. اوكي باسكتبول، يعني كاين 840 مليون شخص في العالم يحبوا الباسكت. في الجزائر قداش منهم؟ 7 مليون. اوكي انا اذا نحب نبيع تي شيرت للناس اللي مهتمين في الباسكت، نبيع 7 مليون مش للجميع، ونقدر نستهدفهم. أنا مثلاً أعطيكم إكزامبل تاني، أنا نحب نبيع كوفر للتليفون، هل للآيفون، عندي كوفير للآيفون، هل أنا نحب نوصل للناس اللي عندهم أندرويد؟ نو، لازم نوصل للناس اللي عندهم آيفون. لذلك أنا نكتب هنا آيفون، يطلع لي هنا آيفون. والفيسبوك عندهم معلومات مخيفة عن الجميع. هنا هدوما كين انترست وكين بيهيفير. أنا نختصر عليكم طبعا الأمور معقدة أكتر وأكتر تفصيلا، بس نختصر عليكم كيفاش ممكن توصلوا بسرعة المعلومات. هنا الانتغي يعني الصفحات اللي نحن نزورها تبين للفيسبوك باللي نحن مهتمين في الآيفون. بس هنا عندنا بيهيفير، شو معناته بيهيفير؟ الفيسبوك يقدر يعرف، لأنه هو مربوط في التليفون تاعكم، يقدر يعرف أنت أي تليفون عندك. إذا عندك آيفون 7، إذا عندك 6، إذا عندك آيفون بروميير جينيراشن ولا آيفون جديد، ممكن أنا نقول مثلاً إكزامبل نحب نوصل للناس اللي عندهم آيفون 7.
يقول لي هنا في كل الجزائر عندنا 35 ألف شخص عندهم آيفون 7. دونك أنا حبيت نبيع لهذول الناس، نستهدفهم هم شخصيا. يعني كاين كتير ديز اكزامبل، بس أنا حبيت نقولكم لازم تختاروا الجمهور المناسب، وهنا في الآدسيت ممكن الواحد يختار الجمهور المناسب، وهذا هو السر الثاني. الواحد لازم يستهدف الشريحة اللي تهمه، وكيفاش واحد يقدر يوصل للشريحة اللي تهمه؟ يقدر يوصلهم هنا عبر الديتيل تارجتينج، وهنا عبر الكاستم اودينس واللوك لايك اودينس. الكاستم اودينس هن الجماهير اللي ممكن احنا نعملهم داونلود. احنا عندنا مثلا 20,000 شخص اشترى منا، ممكن نعمل لهم أبلود الفيسبوك، وممكن عاد نوصلهم مش نعاود نعمل استهداف مرة تانية، أو ممكن نوصل لجماهير مشابهة. ممكن هدول الكلمات شينوا ولا صيني شوي منكم، يعني أعتذر على هذا الشيء، بس عندي بس نص ساعة، حبيت نعطيكم كونسبت ومفاهيم. ممكن بعدين تعملوا جوجل سيرش أو تابعوني أنا في الانستغرام إذا تحبوا تعرفوا أكثر على هيدول المفاهيم أو غير. يعني المهم إن شاء الله تتعمقوا في هيدول المواضيع. دونك السر الثالث حكينا عليه اليوم هو الجماهير، اختيار الجماهير الصحيحة. اختيار الجماهير الصحيحة يتم عبر في البداية لازم نعمل ريسيرش، نعرفوا شكون اللي مهتم، أي شريحة من الناس ممكن يكونوا مهتمين فينا. هلأ ممكن تاني نروحوا لأداة اسمها Audience Insights، مش هنتكلم عليها اليوم، أما Audience Insights ممكن الواحد يعرف بالضبط في المخشي تاعه الناس يحبوا أي نوع من الصفحات، كيفاش أعمارهم. ممكن نلاقوا كل الداتا وكل هدوما الديتاي gratuitement. هدوما المعلومات مفيدة أصحاب المشاريع، ومعلومات مفيدة للناس اللي حابين يعرفوا شو اللي موجود واللي ممكن، ومفيدة تاني للناس للشباب الجون اللي حبوا يتعلموا مهارات جديدة باش إن شاء الله يتطوروا فيها أكتر وأكتر، ويعطوا خدماتهم للمخشي للعالم في الجزائر. دونك السر الرابع اللي حب نحكي عليه اليوم، خلينا نشوف الوقت اللي عندي، ما عنديش وقت كتير. السر الرابع هو الفانل. نحب نحكي لكم على الفانل اليوم. الفانل شو هو الفانل؟ خلينا نشيل السكرين باش تشوفوني مليح. الفانل هي كلمة إنجليزية. الفانل هو طريقة كيفاش يشتري المستخدم. يعني الفانل الشخص كيفاش يشتري منا؟ هل أنا نشتري مباشرة بعد ما نشوف الإعلان؟ البحث والديتا والسيونس تقولنا لا، الواحد لازم يشوف الإعلان 6 مرات ولا 7 مرات. وهذه الطريقة اللي الواحد يمر فيها باش يشتري نسميها الفانل. في التوب اوف ذا فانل، في أعلى الفانل، في عنا أول كونتاكت اللي نحن عنا إياه مع المستخدمين، مع الكليون اللي رحنا نحب نوصلهم. نعطيكم مثال سريع على الفانل. ممكن الفانل يكون سريع، ممكن أنا نروح السوبر مارشي نحب نوصل للكاشير، مش الكاشير المرتدلة، نوصل للشخص اللي بيع، ونحب مثلا نلقى الشوكولا نشريها ديريكتومون. انا ما كنتش حاسب انه حنشري شوكولا، انا نحب نشري ستيلو، اما لقيت شوكولا قبل ما نشتري، شفت الشوكولا خممت شويه في الموضوع وقلت نشري ولا ما نشريش، لا خليني نشري، خديت الشوكولا وشريته. هنا الفانل ابدا لما انا شفت الشوكولا، هذه كانت في اول خطوه من الفانل. ثاني خطوه من الفانل انا فكرت شوي ومن بعد أخذيته وشريته. أما أغلب الخيارات اللي نعملها مش بهذه البساطة. يعني حتى هذا الشوكولا يمكن الفانل أبدا قبل، يمكن هذا الشوكولا جالاكسي ولا تويكس ولا مارس، أنا حبيته لأنه شفت إعلان من أسبوع في التلفزيون وخممت فيه وتذكرت الإعلان لما شفت الشوكولا. هنا يبدأ الفانل. وإحنا لما نعملوا إعلان لازم دايما لازم نخمو كيفاش المستخدم يخمن، مش نحط له إعلان واحد ونقول له يشتري ونتوقع باللي هو يشتري، لا، لازم نحن نحط الإعلان ونرجع نعمل إعادة استهداف للناس.
هذه هي السر اللي حبيت نحكي عليكم اليوم، نحكي معكم اليوم، هو إعادة الاستهداف. أغلب الناس لما تشوف الإعلان تبعكم أول مرة مش رح تشتري، أول مرة مش رح تشتري، يمكن مثلا يروحوا السيت، ممكن يروحوا صفحة الفيسبوك، أما لازم نعاود استدراجهم ونذكرهم بالموضوع مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وبعد باش يشروا. إذا احنا حطينا الإعلان تاعنا مرة واحدة، هذا يعني رانا نخسروا الدراهم تبعنا، والناس اللي خدمت معهم أنا واللي قدروا يجيبوا نتائج وباعوا ألاف والعشرات الألاف من البرودوي في الشهر يبيعوا في هذه الطريقة، يعني 30% من البيجي تاعهم يحطوه في إعادة الاستهداف وإعادة استدراج الناس مثلا للموقع تاعهم أو للفيسبوك أو للإنستغرام أو باش يتصلوا فيهم إيش يشروا. إعادة الاستهداف كتير مهم. ليش؟ نعطيكم مثال عملي. لنقول مثلا، هذا مثال كتير نحب نعطيه أنا. شفت إعلان في التليفون تاعي وأنا نستنى دونتيست، أنا في الدونتيست في العيادة، طبيب الأسنان، ونستنى الدور تاعي، وشفت في الفيسبوك إعلان وعملت كليك عليه وحبيت نشري مثلا. لقيت إعلان، قولوا لي حاجة، الأبل واتش، أوكي، شفت الإعلان ورحت على الويب سايت وحبيت نشري، بس لقيت حاجة، يعني لقيت حاجة حبيتها، أوكي، وحبيت نشري. قبل ما نشري شو اللي صار؟ الطبيب الأسنان ولا السكرتير تعيط لي تقول لي هشام خلاص صار دورك، ادخل عن طبيب الأسنان. أنا شو راح نقولهم؟ نو أنا مشغول، حبيت نشري قبل ما نروح. لا، راح نفوت ونفوت عن عيادة الدكتور الأسنان وخلاص ننسى الإعلان تاعي. وهذا الشخص اللي كان حابب يبيعني أي حاجة، كتاب، ستيلو، تليفون، أي شيء حبيته تبيعوه أو حبيته توصلوه للناس، الناس مشغولة، الناس كتير مشغولة. إذا هم مش راهوش أول مرة يوصل الإعلان تاعكم، هذا مش معناتهم هم مش مهتمين فيكم، هذا معناته ممكن هم مش مشغولين. لازم ترجعوا تعملوا إعادة الاستهداف باش تتأكدوا إذا هذه المعلومة مثلا هم يحبوها ولا لا. إذا احنا وصلنا للناس مرتين وثلاثة وأربعة ومش راوش، أوكي، هذا يعني هم ما يحبوش البخدوية تاعنا. أما مش لازم نستسلموا من البداية، ولازم نعملوا إعادة استهداف. تخيلوا قديش قوية، وكتير يجيني أسئلة أنا كيفاش الناس يعملوا إعادة استهداف، كيفاش أنا مثلا أنا نعمل إعلانات، كيفاش نقدر نعاود استهدافهم للدورة تاعيتي أو الويب سايت تاعونا. كيفاش مثلا جوميا، أنا نروح على جوميا نحب نشري حاجة، نلقى إكزاكتمو نفس الحاجة في الفيسبوك بعد نص ساعة، نفس البخدوي نلقاه موجود. كريم مثلا نحب نشري كريم للبشرة، نروح على الويب سايت وبعد نلقاها سور فيسبوك والإنستغرام وجوجل وغيرهم. كيفاش هذا كله اسمه إعادة استهداف، ريتارجتينج، وكله يمشي عبر البيكسل. البيكسل هو كود يحطوه في الويب سايت باش يتبعوا كل شخص، كل مستخدم يزور الويب سايت. هذا لازم تحطوه في بالكم وفي راسكم إذا تحبوا تتعمقوا أكثر في الموضوع. وآخر سر حبيت نحكي لكم عليه اليوم هو الألغوريثم، الخوارزميات الفيسبوك. خوارزميات الفيسبوك كيفاش تمشي؟ لازم تفهموا شوية كيفاش الموضوع يكون. احنا لنقول مثلا انا حبيت نوصل ل 100,000 ولا 200,000 شخص في الجزائر اللي مهتمين في الباسكتبول، وعندي بيجي. هل البيجي تاعي، لنقول عندي $50 بيجي، هل كل البيجي تاعي رح يروح رح يوصلني لكل الناس؟ لا، رح يوصلني البرسنتاج منهم، نسبة من الناس. إذا حابب أنا نوصل لمليون شخص، ممكن رح نوصل ل50,000 شخص في الإعلان تاعي. شكون اللي اختار أي 50,000 شخص أنا نوصل؟ الخوارزميات. وكيفاش توصل الإعلان تاعي لهدول 50,000 شخص؟ أتوصل الإعلان تاعي هدول 50,000 شخص حسب الأهداف اللي أنا نستعملهم. الأهداف اللي وريتكم في مدير إعلانات الفيسبوك، هدوما هم سر الوصول للناس. احنا اذا قلنا للناس حابين نجيبوا مبيعات، هم راح يوصلونا ل50,000 شخص اللي يشروا. احنا اذا قلنا لهم حابين مثلا انجيجمنت وكومنتير، راح يوصلونا ل50,000 شخص اللي يعملوا كومنتير. هم مش نفس الناس،
كل واحد يعمل شيء، واحد يحب يعمل كومنتير دائما في الانستغرام، وواحد يشري، واحد يحب يشاهد الفيديو، وواحد يعطي البيانات تعوله، يعطي البيانات بسهولة. دونك احنا لازم نختاروا الهدف تاعنا وهم يوصلوا للهدف اللي قريب لينا. وكيفاش هما يعرفوا هذا الشيء؟ هما قلت لكم عندهم كل هدول المعلومات عنا، يعرفوا احنا وقتاش نشروا، يعرفوا احنا وقتاش نشوفوا فيديو، وقتاش نكونوا مستعدين. حتى في ناس يقولوا هما يقروا في أفكاري، أنا كنت نخمن في منعرفش أنا سيارة غونو مثلا ولا بيجو، نلقى إعلان إشهار للبيجو لما كنت نحكي على هذا الموضوع أنا وشخص. بس هم ماوش يتسمعوا على التليفون، كتير يقولوا لا هم يتسمعوا على التليفون، لا هم يستعملوا الخوارزميات بس باش يعملوا باش يفهموا كيفاش الناس تخمم، ويحطونا في كاتيجوري، يحطونا في مجموعة. أنا حاطيني في مجموعة هشام دايما يشوف إعلان ويشري لما يكون إعلان له علاقة في مثلا لكور أونلاين، أونلاين كورسز، ولا مثلا باسكتبول، ولا مثلا كل شيء له علاقة ب ما نعرفش أنا الكريم. فهم يحطوني أنا، هم يتبعوا كل شيء أنا نعمله في التليفون تاعي وفي اللابتوب، يعرفوني أنا شو نعمل ويحطوني في كاتيجوري. وإذا لقوا باللي مثلا كان 50 شخص في الكاتيجوري اللي أنا موجود فيها اشراوا بعد ما شافوا إعلان معين، حيوصلوا هذا الإعلان لي أنا كمان، لأنه يعرفوني أنه أنا مشابه لهدول الناس اللي وصلوا لهم. هذه هي سر الخوارزميات، الألغوريتم تاع فيسبوك اللي حطنا كلنا اون كاتيجوري. طبعاً لازم نتعمق أكثر في الحديث، وأنا حبيت غير نعطيكم رؤوس الأقلام اليوم معنا في هذه السيسيون. دونك إذا حبيت نعملكم ريزومي صغير على اللي حكينا عليه اليوم، أولاً الأخطاء اللي رحنا نعملها مش لازم نركزوا على الفولوورز، ما نركز على الكومنتير، ما نركز كتير على ممكن يفيدونا طبعاً، بس الانفلونسور ممكن يفيدونا إذا عنا استراتيجي محددة وإذا عنا بيجي عالي. أما إذا ما زلنا بلشين نقدروا نوصلوا لأهداف قوية كله عبر مدير إعلانات الفيسبوك، الفيسبوك ادز مانجر في الفيسبوك وفي الانستغرام. كيفاش؟ حكينا على 5 امور. اولا لازم يكون عندنا ادز مانجر، نفتح ادز مانجر، نروح لجوجل نكتبوا ادز مانجر مدير اعلانات الفيسبوك. ثاني موضوع حكينا فيه اليوم هو الاوبجكتيف، الاهداف التسويقيه. الاهداف التسويقيه ممكن تكون مشاهده فيديو، ممكن تكون زياده الرسائل في الدي ام ولا في الفيسبوك، هذه هدف ممكن يكون. ممكن يكون الهدف زيادة المبيعات ولا زيادة البيانات الشخصية للناس. أنا نحب عندي كول سنتر نعود نتصل فيهم، أنا نبيع أسيرانس مالدي ولا في ولا whatever، ممكن نعود نتصل بالناس. هذه تاني حاجة. ثالث حاجة حكينا فيه اليوم هم الجماهير، اختيار الجماهير والشريحة المستهدفة، كله له علاقة بالانتغيت تاعتنا. وحكينا تاني على الجماهير المشابهة، ممكن احنا نحط الجماهير اللي نحب نوصلهم، لنقول مثلا احنا بعنا 10,000 شخص، نحب نوصل الناس يشبه لل 10,000 شخص، وفيسبوك يعرف بالضبط شكون يشبه لل 10,000، نعمل جماهير مشابهة. وحكينا رابعا على الفانل والريتارجتينج، لازم نفهم كيفاش الشخص يفكر، ما نجرب نبيع ديركت مول هذا الشخص. ممكن اول مره في اول مساج تاعنا نعرفه على البراند تاعتنا، نعمل اعاده استهداف مره مرتين ثلاثه ونعطي له اعلانات. ما حكيناش اليوم على الاعلانات، بس طبعا الاعلانات كتير مفيده، ما نضيعش وقت الناس. اذا عملنا نعمل فيديو، ما نعملش فيديو ربع ساعه، 30 ثانيه 15 ثانيه بس، روحوا الديركت للمساج، ما تضيعوش وقت الناس. الناس ما عندهمش وقت يضيعوه، خاصة في هذا الوقت. الاتنشن سبان كما يقولوا، الانتباه ما كانش مش موجود في هذا الوقت. الواحد خلاص يدوخ بعد ثانية ثانيتين. يقولوا إذا ما أخذت الانتباه في ثانيتين ونص، 2.5 سكوند، 2.5 سكوند، خلاص راح الشخص وضيعته. دونك ديريكت نوصلوا المساج.
خامس شغلة حبينا نحكي عليه اليوم، حكيت عليه اليوم، هو الخوارزميات الألغوريتم، باش نقولكم كيفاش هما الفيسبوك الانستغرام يخموا في الإعلانات المدفوعة، كيفاش يعرفوا احنا إذا رح نشروا ولا لا، كيفاش يوصلوا الإعلان للشخص المناسب، وكتير مهم نحن نختاروا الأهداف المناسبة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا في هذه السيسيون السريعة اليوم، أعطيتكم رؤوس الأقلام كما قلنا، هلأ وقت نتعمق، وإذا عندكم أي أسئلة أنا يعني إن شاء الله رح جرب جاوب على كل أسئلتكم، ومثل ما قلت لكم تحبوا تبعتوا لي الأسئلة بعدين تاني في الإنستغرام، مرحبا بكم. إن شاء الله مرة تاني هذا الكونتينيو فاتكم، ونتمنى لكم كل التوفيق في الأونلاين ماركتينج، والسلام عليكم.